عندما يأتي المساء. تعال مش انت وانا هرسيك على الحوار بعد. في واحدة تانية في حياته انا متأكدة. كلهم بيعرفوا على فكرة وبيمثلوا عشان يمشوا حالهم. امشي. هو انت بقى بحاجة؟ انت عايز تتجوز عبلة؟ هو يعرف موضوع ايمن منين؟ الفيديو اتسرب عن طريق الموبايل بشكل ما. انا هبعت لك حته من الفيديو كده في رساله تفتحي وتتفرجي عليه. هو انا يا بنت ماسك عليك نيجاتيف افلام؟ انا اللي كنت بتجسس على مرات الراجل اللي لحم اكتافي من خيره. انت عايز ايه من نايله؟ حكايه خلصت خلاص يا اكرم. الراجل ده ممكن يبقى حاطط لك حاجه على التليفون وقادر يراقبك. محمد ده لازم ينزل. انت كده هونت عليك. انا مش قادر افهمك خالص الحقيقه. رد عليا، انت بتعمل ايه هنا؟ دهاني المستر اكرم، حضرتك مهكر الموبايل بتاعك. هذا المساء من السبت إلى الأربعاء الرابعة عصراً على قناة مصر الأولى.